الصورة بخصوص مباراة الأهلي والزمالك في السوبر بشكل أكبر، ونروح للأستاذ والناقد الرياضي الكبير الأستاذ إيهاب الخطيب معانا على الهاتف من أبو ظبي. يا أستاذ إيهاب مساء الخير. مساء الفل يا كابتن أمير، عليك وعلى كل مشاهدينك الكرام وكل مشاهدي قناة النادي الأهلي. أخبار حضرتك إيه؟ منورنا على شاشة القناة. كله تمام يا أمير وزي الفل، وطبعا بشرة خير الخبر اللي أنت بتقوله طبعا على وجود المباراه في استاد القاهره ب 30,000 متفرج. ان شاء الله كمان تزيد وتبقى الامور كويسه باذن الله. انا عايز اتكلم معاك بالتحديد بخصوص مباراه الاهلي والزمالك في السوبر، وهي مباراه مرتقبه وبينتظرها كل جماهير الكره المصريه، مش بس الكره المصريه، الكره العربيه كمان. فانا عايز اعرف منك الاجواء هناك في ابو ظبي والتناول الاعلامي الخاص بهذه المباراه بالتحديد الصحف الاماراتيه، بتشوف مدى اهميه هذه المباراه ازاي؟ خليني اقول لك ان الاعلام الاماراتي والصحف الاماراتيه والمواقع الرياضيه كلها تتحدث عن المواجهه المرتقبه ان شاء الله يوم 20، والعمل على قدم وساق لاظهار هذه المباراه في الشكل اللائق بها. ترتيبات كبيره جدا هنا في ابو ظبي، من دخولنا المطار ل التواجد في اي مكان، الحديث عن مباراه السوبر، تم استقبال بعثة الزمالك بشكل جيد، ترتيبات بعثة الاهلي كلها ماشيه بشكل جيد، الانتقالات، وجود الملاعب. يمكن المشكله الوحيده بس اللي بتقابل جماهير النادي الاهلي تحديدا هنا ابو ظبي هي نفاذ تذاكر المباراه بالكامل. نفذت خلاص في مقاعد. ما فيش كرسي فاضي في مقاعد جماهير النادي الاهلي في المباراه. ودي اللي عامله يعني الناس كلها بتكلمنا وبنحاول نشوف لهم حاجه، لكن هي عدد النص الاستاد المخصص للنادي الاهلي ولجماهيره نفذ بالكامل. لطبعا رغبه كل الجماهير انها تكون موجوده. وبالتالي دي الحاجه الوحيده اللي يعني ملهاش حل حتى هذه اللحظه. كمان مجلس ابو ظبي الرياضي عامل تفاعلات رائعه مع الجماهير والدخول والمسابقات والاحتفاليه قبل المباراه، وكذلك يعني مفاجآت كتير للجمهور من سيارات وموبايلات وبعض الامور الهدايا الخاصه اللي طبعا بتدي جانب من الحماس كده في الدخول. فكل الامور دي بشكل تمام. يمكن انا كنت موجود مع الكابتن سيد عبد الحفيظ امبارح، تمام، اتكلم معايا بشكل كبير عن استعداد تجهيزات الفريق النهارده بعد ما هيوصلوا، يبقى في فك خفيف كده، في غلق كامل على الفريق، في طلبات معينه كابتن سيد اختار مقر الاقامه بشكل معين، انت عارف كابتن طبعا بيسبق الفريق، وليه طبعا مواصفات معينه، فندق يكون بواسطات معينه، الامور فيه هاديه، الوصول ليه مستاهل، الاغلاق التام على اللاعبين في المرحله اللي فاتت، وكل الامور مجهزه بالشكل الامثل اللي بقت في النادي الاهلي. ده أمر مهم بكل تأكيد، وأكيد نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة. لكن أيضا في كلام على أن في أزمة في التذاكر يا أستاذ إيهاب، وكلام من بعض الإعلاميين بخصوص هذه الجزئية، وبعض الأحاديث بخصوص مؤامرات وكلام من هذا القبيل. أنت موجود هناك، قول لنا الصورة بشكل أوضح يعني. لا هو طبعا ده كلام مضحك لأن أنت عارف طبعا كلام مضحك، حتة أن في مؤامرة على الجماهير، وده يشتري وده يبيع والكلام ده. أي حاجة وفقا لمجلس أبو ظبي الرياضي ما بتتباعش غير أونلاين. تمام. احنا هنا بقى لنا يومين في ناس كتير مكلمان على تذاكر. انا هكلمك بصراحه بالود وبالحب ويا جماعه وبعد اذنكم ونجيب تذاكر ده ونشيك تذكرتين ده والكلام ده. الكلام ده مش متاح خالص. تمام. الاونلاين تدخل موجود، في مش موجود القصه منتهيه. طالما مش موجود على الاونلاين ما تسالش، ما تتعبش نفسك. فبالتالي كل بقى اللي بيتكلموا عن قصه ده مؤامرات والامور دي، يعني يا جماعه انا اتمنى للناس تبقى واعيه بشكل كويس جدا. ما نقعدش نرمي كلام معين كده على الفيسبوك وخلاص. وما نقعدش نقول كاني وهنا، الامور هنا مترتبه بالشكل الامثل. عدد التذاكر تم طرحها، ولكن كميه الاقبال على نسب التذاكر هي اللي ادت على البعض وكل الاحترام والتقدير لجماهير نادي الزمالك برضه. أكيد. طبعا بيتكلم بقصه ان ال 40% من مدرجات الزمالك فاضيه والكلام ده. هذا واقع. واقع. يعني انت ممكن تعمل تجربه اونلاين دلوقتي على موقع الحجز على الهواء، اعملها، خش على موقع الحجز التذاكر للنادي الاهلي هتلاقيه كومبليت، خش على موقع التذاكر لجماهير الزمالك هتلاقي فيه، يعني الصبح النهارده انا اخر مره داخل عليه كان واصل ل 40%، يعني لسه ما اتملتش. فبالتالي ده حاجات انت يعني مش محتاجه قصه المؤامره خالص، بالعكس.
هي كل حاجه اونلاين وواضحه قدام اي واحد يقدر يدخل عليها، ولكن برضه مش عايز المهاترات دي تودي الناس لبعيد. المباراه مباراه محترمه بين فرقتين كبار، اكيد مش لازم احنا نحط توابل وحاجات مالهاش علاقه بالواقع. صح، الواقع بيقول ان دي تذاكر خلصت ودي تذاكر ما خلصتش. اللي عايز يقولها كده عايز، واللي عايز يقولها كده عايز، لكن اتمنى ان الامور تمشي بالشكل المظبوط. احنا عايزين نتمتع بمباراه كره قدم كبيره جدا. طيب عايز اتكلم ايضا على الفقرات اللي هتبقى قبل انطلاق المباراه، سواء فيما يتعلق بمباراه لقدامى لاعبي الاهلي والزمالك، ايضا فيما يتعلق بالحفل واللي هيقيم هذا الحفل الفنان اللي هيكون موجود. معلوماتك يا استاذ ايهاب. حتى هذه اللحظه طبعا في اكثر من يعني امر في الاحتفاليه. اذا كان مباراه القدامى دي هتبقى تحت اشراف مجلس ابو ظبي الرياضي، قدامى لاعبي الاهلي والزمالك، ومن خلال اتحاد الكره المصري، واللي تم التنسيق مع عدد من اللاعبين للقطبين اللي هيخوضوا المباراه دي بشكل استعراضي قبل المباراه. كذلك الحديث من الامس عن المطرب محمد حماقي اللي هو اللي هيكون موجود في الاحتفاليه. هذا كل ما يدور حتى هذه اللحظه احتفالات المباراه. طيب انا بقى عايز استغل فرصه ان انت معايا على الهاتف واتكلم معاك بخصوص المباراه فنيا والمعطيات ما قبل هذه المباراه، سواء بخصوص فوز نادي الزمالك بالسوبر الافريقي مع الترجي، وبخصوص انتصارات النادي الاهلي المتتاليه في البطوله المحليه. كيف ترى هذه المباراه يا استاذ ايهاب من خلال رؤيتك الفنيه؟ انا عايز اقول لك ان طبعا فوز الزمالك بالسوبر الافريقي اكيد في دفعه كبيره، اكيد، واكيد بتدي اللعيبه معنويات كبيره جدا. في المقابل النادي الاهلي، وانا يعني الكلام ده انا خلينا اكون واضح معاك، اتكلمت امبارح مع الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي وصل امبارح الامارات، الكلام ده تحديدا قلت له انت بتختلف معاك في الفريق؟ قال لي بص، الزمالك كسب خد السوبر، الزمالك كانت غلط، تقديرنا واحترام فريق نادي الزمالك انك تلعب مباراه كبيره ما بيقلش ابدا ايا كان. قال لي مباراه بتبقى خارج التوقعات، مباراه بتبقى 90 دقيقة بتاخد فيها بطولة، أكيد وارد فيها كل حاجة، أهم حاجة يبقى التوفيق مع حلفك، الأمور تمشي معاك بشكل كويس، أنت ما تطلعش عارف ظروف اليوم، لكن في الآخر قال لي أنا كل ثقة في لعيبتي وواثقين جدا جدا من الفوز في هذه المباراة. بصراحة كلام سيء كابتن سلام حفيظي، أنا متفق معاه تماما. أكيد فعلا المباراة دي بيكون ليها ترتيب، ولكن هو ظروفك في اليوم، أنت تركيزك عامل إيه في اليوم. خليني بقى أقول لك هنا اهتمام غير عادي في الصحف الاماراتيه، تمام، في كهربا ورمضان صبحي. الكهربا يعني البعض كاتب وبيقول ان كهربا ده هيكون كلمه السر في المباراه، وخاصه انه وصل للتوب فورم بتاعه في مباراه المصري وادى بشكل كويس، والساعات كتير من لياقته اللي كان فاقدها في الفتره اللي فاتت واللي اثرت على شكله الفني بشكل كبير. كمان التساؤل الاول هنا في الاعلام ووسائل الاعلام الاماراتيه، هل يكون رمضان صبحي مشاركا من البدايه، ولا هل هو جهز، ولا هل هو لسه فيه، ولا هل هو هيدفع بيه بايلر لو المباراه احتاجته؟ يعني كلام كتير بيتقال في هذا السياق، ولكن اهتمام كبير جدا بنجوم النادي الاهلي، واهتمام كبير جدا بالثنائي رمضان صبحي وكهرباء. اخيرا توقعاتك انت يا استاذ ايهاب للمباراه. انا شايف ان دي مباراه اكيد فوز نادي الزمالك بالسوبر الافريقي تقل المباراه دي بشكل كبير جدا، تمام، وكل مباراه وليها ظروفها، لكن انا شايف ان تركيز النادي الاهلي لهذه المباراه قبلها بشكل كويس بيجعل له حظوظ اكبر من الزمالك في هذه المباراه والفوز بهذا اللقاء. تمام، انا اتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. يا استاذ ايهاب انا بشكرك شكرا جزيلا، الناقد الرياضي الكبير استاذ ايهاب الخطيب كان معانا على الهاتف من مدينه ابو ظبي، وكواليس كل الاستعدادات الخاصه باستقبال هذه المباراه المرتقبه.